ورحمة الله وبركاته كل إخواتي وكل أحبابي في كل مكان. أنا النهاردة جاي أقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كلنا نكون متجمعين محبين في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكون كلنا صحبة وأحبة عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نكون كلنا هناك يا رب جميعا، ومحبين ومخلصين لله سبحانه وتعالى. أنا والله حابب أطمن عليكم وطمنكم عليا، وأقول لكم أنا بحبكم كتير 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 كتير. كل المتابعيني على اليوتيوب أو غير اليوتيوب والله بحبكم في الله، وبرضو اللي متابعني أو مش متابعني برضو بحبك في الله، لأني حب الناس كنز، وحب الناس يعني حاجة ما تتقدرش بمال. وربنا يحبب فينا عباده المخلصين، وربنا يحبب فيكم عباده المخلصين. حبايبي واخواتي، تحياتي للجميع. الفنان يسر العرضي، لا إله إلا الله.